ألو، مرحبا جابر، كيفك؟ جابر شو في عندك اليوم؟ ماشي أوكي، يعني لإمتى بقيان بالمكتب؟ لا شغلي ما بتنحكى على التليفون. ماشي، أنا بدي شي ساعة لحتى أطلع من الشركة، بطلع من هون وبجي لعندك فورا. ماشي خلص أوكي، ما تاكل هم، ما رح أتأخر. باي، الله معك. مين حضرتك؟ أنا فؤاد. إيه يعني مين؟ لو سمحتي بس تجي ليلى، قلي لها إنه فؤاد سأل عنك. لوين؟ شو لوين؟ نازل لعند الجماعة؟ لا. شو يعني؟ يعني ما لازم تفوت معي. شو لكان؟ بلا ما تزورون اليوم. شو لكان؟ ما لازم يعرفوا باللي صار. شو لكان؟ شبك علقت؟ لا ما علقت، بس ما عاد أعرف شو بدي أعمل. يعني هلأ روح أنا؟ إيه روح. لا ما بدي روح، أنا أصلا كنت جاي لعند الجماعة وما دخلني فيكي. هلأ بعد كل هالشي المنيح اللي عملته معي هيك بدك تعمل؟ شو لكان؟ سامي بكفي. طيب بروح، بس بشرط. شو؟ اني شوفك مرة تانية. حاضر. استني، شلون بدي شوفك مرة تانية؟ ما بعرف. طيب انتي وين ساكني؟ شو رأيك نخليها للصدفة؟ كيف يعني؟ يعني اذا كنت حابب تشوفني مرة تانية رح تقدر لحالك تلاقيني. بلا هاليوم فؤاد، مالي رايح. أنا حابب أقعد أنا وياكي بمطعم رايق. صدقني مزاجي ما منيح. نسمع موسيقى وشموع ومنروي. هلا أنت كيف فيك تضل رايق هيك؟ هذا سر بيتعلق فيكي. في أنا؟ طبعاً. شو هالسر هاد؟ ما بكشف لك السر إلا إذا قبلتي تروحي معي على المطعم وأنت ضحكاني. بروح يا سيدي بس احكي. يا ستي الشغلة بسيطة، انتي دائما متوترة ومعصبة، صح؟ بس هيك، انا ببقى رايق مشان الحياة يكون فيها توازن. غلبتني. انا ماليش مزاج اقيس النهاردة، وبعدين انتي تأخرتي قوي، رشا زهقت ومشت، وبعدين كمان البادي ده بتاعها. على فكرة، ما كانش المفروض تتأخري كده. قلت لك غصبا عني يا أنسة مويا. انت بيتك بعيد عن هنا؟ يعني معكي فلوس التاكس؟ ايه معي، عن اذنك. كنت متوقع هالشي. انزعجت؟ مو هيك القصة. أنا بعرف إنه هذا الموضوع رح يأثر على حياتي. شو رح تعمل؟ ما رح أعمل شي. طبيعي إنه ناس يقبلوني بهذا التاريخ وناس ما يقبلوني.
شو يعني رح تستسلم؟ ما حدا عم بيشن علي حرب حتى اصمد او استسلم. قلت لحالي لانك عرفت بهذا الموضوع من جديد، فمن الطبيعي انك تحاول تعرف شو اللي صار. عندي معلومات انه امي كانت بريئة وانحكمت ظلم. وانا كمان هيك توقعت، حتى اني قلت لها لرويدة وقبل ما اعرف انه هاي المرة بتكون امك. قلت لها مو معقولة مرة تقتل رجالين مع بعض. لا مو توقع. عندي معلومات بتأكد انه في شيء صار وامي تورطت فيه. بس مو هي اللي عملت كل شيء. كيف؟ فؤاد قال لي. مين فؤاد؟ هذا الرجل اللي رباني مو لحاله. هو والام انطوانيت والاب الياس الله يرحمه. ايه انا تربيت بدير حتى صار عمري 18 سنه. امي تركتني هنيك بعد الحادثه. بعدين سلمت حالها لانه كانت بتعرف انها بريئه. يعني هذا الدير ملجا؟ لا شو ملجا؟ هذا هيك دير صغير بالجبل. طيب وابوك؟ ابي كان صار له كم شهر ميت. مات بحادثه بنفس المعمل اللي انحرق. كيف لبستها لامك القصه؟ قريت ملف قضيتها، في شهود بس مو شهود عيان. سمعوها عم تهدد، حتى هو مو تهديد. في واحد قال لها هيك المعمل بيحترق، قالت له يحترق. وبنوا اتهامهم على هذا الاساس. معقول؟ ايه هذا اللي صار. بس فؤاد عنده معلومات اكيده انه الشخص الثاني اللي التقى محروق بالمعمل غادر البلد بعد الحريق بكم ساعه. كيف هيك؟ لسه ما تأكدت، بس رح اجيب نسخه من سجلات الهجره والجوازات. مساء الخير يا احلى رويده بالعالم. اهلين عمي، تعشيت؟ تعشيت؟ بتعرفي اني نسيت؟ رح احط لك عشاء. شو رايك نطلع نتعشى برا؟ وشو المناسبه؟ هيك ما في مناسبه، جا على بالي تعشى انا وياكي عشاء رومانسي. سامي يا سامي، شو قصتك؟ حابب اقعد معك قعده رومانسيه. معي انا؟ ايه معك انت، ليش انا مين الي غيرك؟ ايه معلش، اترك لي اياها لوقت تاني وروح غير ثيابك عبال ما احط لك العشاء. لا تحطي شي ولا تعذبي حالك. لك هلا قلت لي مالك متعشي؟ ايه ماني متعشي، بس شبعان، شبعان كثير. ليه تأخرتي؟ انتي وين كنتي؟ عندي جيران، اجا واحد سأل عني. مين؟ قال اسمه فؤاد. امتى؟ المساء. ما قال شو بده؟ ما بعرف، هو بس قال انه اسمه فؤاد. مين هاد؟ بكره بتصل فيه. ايه يعني مين هو؟ جوزها للست حنان. ايه شو بده؟ كنتي اسألي. على فكرة عن جد انتي مو طبيعية. تعشيتي؟ لا. ايه ولا انا تعشيت. شو بدك تاكلي؟ أنا شبعانة، شبعانة كثير. طيب بركي فؤاد بيعرف معلومات عن أهلك. بكره بتصل فيه. كانت ماما انطوانيت، هيك كنت ناديلها. كانت تحفظني قرآن، تبعتني على الجامع كل عيد. يا الله شو ظريفة، بدك تعرفني عليها ها؟ إمتى ما بدك؟ بأقرب وقت. فؤاد مدري كيف صار لما صار عمري 18 سنة. فجأة اشترى لي بيت وشغلني عنده. سجلت بالجامعة بعدين. فرح كثير لما سجلت حقوق وأخذ مني تعهد إنه كل الفقراء والمظالم دافع عنهم ببلاش. نيالك يا جابر كيف الله بعث لك هالناس الظروف ضمن الظرف الصعب اللي أنت فيه. الحقيقة أنا ما حسيت بصعوبة الحياة، كانوا عم يديروا بالهم علي منيح. حتى فؤاد سجلني بنادي رياضي. وانت طول الوقت ما كنت تفكر بامك؟ امي ما غابت عن بالي ولا لحظه. كان في شجره بالدير. مره فؤاد قال لي
اللي شايف ورق الشجرة هدول بيدلوا على قديش أمك قريبة منك، بس كل ما وقعت ورقة أمك رح تبعد عنك يوم. أنت طلعت وجبت معي إبرة وخيط وتعربشت على الشجرة وصرت خيط الوراق بالشجرة. اتفزفت ده دوشتين. بابا قال لك انه هيتاخر؟ ما قال شيء. شوكت ما ادري كيف طلع لي. ايه روي احسبه مثل هداك. مين هدا؟ شبنا بالبول ابن ابو سامي. مو مثله بنوب يا شوكت. موبايلك. مايا رد على البنات. المشكلة اني ماني ملاقي حدا غيرك لأحكي له. لك شفت ما في غيري بالنهاية. من وين طلع لي؟ اسكار بعد اسكار تا يحرز المشوار. قبل بول هيك كتير. خلي يجيبولي ويسكي. لا خلص بكفي قوم خلينا نمشي. هلا بلشت السهرة. تعرف لو شوكت انا ما بحب نام، بس نام بشوف منامات بتهوي. شو بيطلع لها؟ وين ويسكي؟ بالبول. شو وسطا؟ يا صاير عم تسكر بسرعة يا أما صاير عم تشرب كتير. بس ما عم بنسى، ما عم بنسى شيء. هي يلا بسيطة روي بالبول بصحتك. مو معقول شو حكيت. على فكرة معلش بس أنا ما تضايقت. هي أول مرة بحياتي بحكي لهي الدرجة. معقول؟ معقول شو انسحبتي من الكلام سحب؟ معلش بس انت لو ما كنت حابب تحكي ما كنت حكيت. هي انا حكيت كل شيء عن حالي. احكي انت. كان ممكن احكي بس وصلت. عن جد؟ انت وين ساكنه؟ قلنا ساعه ونص عم نمشي. طيب شو رايك ترجعي توصليني؟ ليش؟ لاني اخذت دورك بالحكي. شو اخر مره رح نمشي ونحكي؟ ايه صح. تصبح على خير. انت من اهله؟ شو ما بدك تروح؟ بلا بس لا اطمن عليك انك دخلتي على البيت. ايه وين انتو هلا؟ ايه ليك هذا راي على بيته. سبقوه واستنوه. ولك شو ليش؟ مو بدكن تاخدوه عساس عاوزينه ضروري؟ ايه يلا ما تأخر. ها ليك ليك اول ما تخلص تصل فيني على السريع. ماشي خبرني شو بصير. يلا باي. استاذ جابر استاذ جابر
مرحبا. أهلين. صرنا شي ساعة مستناك. مين حضرتكم؟ رحنا على المكتب ما لقيناك، عاوزينك ضروري. ليش؟ في رجال كبير مريض وبده يعملنا وكالة، بده محامي. هلا تأخر الوقت. تعالوا بكرة الصبح. تعال هون. Yeah.
الو. مرحبا جابر، شو قصتك انت؟ انا قصة؟ يعني ليش مالك عم ترد على التليفون؟ ها؟ ما كنت عم بسمعه. جابر، ليش هيك صوتك؟ كأنك حاطط شي على تمك. عيكي. مالكي ورمان. ايه، ومن شو ورمان؟ بتعرفي شغلة؟ جوز كوني انقذتي حياتي اليوم. ليش، شو صاير معك؟ وقعت وما حسيت غير على رنة الموبايل. ومن شو وقعت؟ حدا طلع لي بهالليل ووقعني. اوف، شو هالحكي، مين؟ بعرف مين. طيب جابر، رحت على المستشفى؟ لا لا لا، ما لها محرزة، شوية ردود. ما قلت لك انه كنت مسجل بنادي رياضي؟ ايه، بس لازم اشوفك دكتور. ايه مو مشكلة، اجي اخدك. لك لا، شو هالحكي، ما فيني شيء انا. طيب لك، انا رح اتصل بسامي. ما في داعي، فعلا ما في داعي، يعني ما في شيء خطير، بس شفتي شوي، ايه شوي يعني مضروبة. جابر ليك، بكره من الصبح بتروح على شي مستشفى، لازم يشوفك دكتور، بركي في كسر. حاضر. انت اصلا ليش اتصلتي؟ في شي؟ انا هلا ما رح احكي معك ولا كلمة على التليفون، بكره الصبح بيجي باخدك وبالطريق بحكي لك كل شي. لا لا، ما تعصبي حالك. خلص جابر، يلا لا تحكي كتير، تصبح على خير. الله معك. الو، صباح الخيرات.
منيح منيح، فايق منيح. لا لا ما في داعي اوعيك. ايه اكيد. خلص وعد. طيب طيب. ايه الظهر. سلام. مع السلامة. آخ آخ. سامي أنا ماني مصدق عيوني، ماني مصدق عيوني ابدا. صباح الخير عمتي. صباح الفل. بس شو لقيتك فايق بكير؟ بصراحه الحب يبدو اني وقعت وما حدا سمع لي. لك بعيد الشر عن قلبك يا عمري. ملاك يمشي على قدمين من حرير. يا حياتي ولك صرت شاعر كمان. لك تقبر قلبي تقبش عيوني. احكي لي مين هي. خلص عمتي خجلتيني، ما بدي احكي. بكير اصلا بكير. يعني بدل ما يتجوز الام اخذ البنت وهرب. الله عليك يا ام تحسي، منين بتجيب هالقصص هاي؟ صار لي 40 سنة من بيت لبيت. لا يا ام تحسين لا، لبيوت اسرار والناس عم تأمنك عليها. صباح الخير يا أبو مايا. اسأله للبيك إذا عرف اسم من القصص اللي حكيته. أنا ما بقول أسماء، لا في أسرار ولا شيء. شلون أصبحت؟ زفت يا رجل. شو قصتك أنت؟ ما كنت هيك صاير عم تسكر بسرعة. ما بعرف، امبارح كنت كتير تعبان وشربت بسرعة، ما شفتني عم غب غب. شو ناوي تعمل هلا؟ أحسن شيء ما لازم شوفه ولا اسمع بسيرته. وأنا لك شفت؟ شفت شلون أنك مالك قادر تستغني عني؟ هذا أكثر شيء مضايقني. امبارح وقت بلشت تخبص بالحكي سحبتك على المكتب لجوا. شو حكيت؟ يعني ما كانت حلوة أنك تجيب سيرة فاتن قدام مايا. فاتن؟ شو قلت؟ هي خبصت، قلت أنه فاتن قضت عمره كله بالسكر. تعرف جودات؟ أنا لازم تم معك مشان دير بالي على كل شيء. صفتك شو؟ مستشار يا أخي. بالشركة؟ هاي الشركة تحديداً أنا لازم كون فيها معك على طول. لشوف لشوف، قوم لوصلك على بيتك. خليني روح معك على الشركة. تركني لفكر شوي. امشي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا بابا. عامل ايه يا بابا دلوقتي؟ لا هلا الحمد لله منيح منيح، امبارح كنت تعبان كتير. يلا شوفك يلا. بابا هتيجي تتغدى معايا النهارده انت وعمو شوكت صح؟ لا بابا لا، من هون للظهر بنشوف. الو. ايوه سامي. طب بص انا هكلمك بعدين اوكي، هرجع اكلمك. يلا باي باي. سامي نفسه؟ اه كان المفروض يجي عشان الكمبيوتر بس شكله كده عايز يلغي الميعاد. الو هلين مايا كيفك؟ انا اسف مشان امبارح بس صار معي هيك شغله طارئه. انت ليش هيك قلتي له؟ يعني ما بقدر زورك هيك؟ طيب هلا شو بدنا بهالحكي؟ امتى بدي اشوفك؟ ايه قدام الجامعه بعد نص ساعه. ايه ايه بعرفها كليه الاداب. اوكي ماشي يلا باي.
استاذ جابر خير خير؟ لا ما في شيء، ما تخاف ولا اقول لك خاف، لانه من اليوم ورايح رح تخاف كثير. معلم ها؟ ولك الله يوفقك انت وياه. لك هيك عاملين بالزلمه؟ مرمينه وجارحينه؟ شو؟ اتركوه اهربوا! لحما بعيونكم. ايه خلص خلص ماشي. خلص كول. ليك لقلك اسمعني منيح. اوعى تيجي على المطبعه قبل ما اخبركم ها؟ عم تفهمني؟ يلا روح. هلا روح بعدين بنحكي. اهلين. الو اهلين ليلى. ايه انا مريت امبارح. لا ليلى ما في شيء مهم، خلص انا بمرق لعندك على الدار. اهلين اهلين. لا ولا يهمك، مع السلامه. اتصلت ليلى. هلا انا شو بدي؟ ليش رحت لعندها امبارح؟ ازيك يا سيف؟ اهلين مايا، كيفك؟ الحمد لله. شو حابه نعمل؟ قول لي انت عايز تعمل ايه؟ مثل ما بدك، انت شو رايك؟ تحب نروح نفطر؟ ليش انت ما عندك دوام؟ لا ما فيش مشكله. هاي 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 شو بكم؟ هذا الاستاذ سامي شريك ابوها لمايا بالشركه. رفقاتك عم ينادوا لك، يلا عن اذنك مايا. لا سامي انا مش عايز احضر النهارده. شو يعني؟ ايه رايك نروح نشتري الكمبيوتر النهارده؟ ايه مثل ما بدك. خلاص تطلع بعربيتي ولا بعربيتك؟ لا كل واحد بعربيته. خلاص اوكي يلا يلا خلينا نروح على طيب استاذ ليش ما خبرت الشرطة؟ هيك ببين خايف منه، هو عم يتحداني وانا ما رح خاف. طيب انت مو متفق انت والنقيب غياس انكم تضغطوا على ايمن؟ رح نضغط. منين سوزان؟ ايه طبعا رحت. لا لا بسيطة بسيطة، ما في شيء ابدا، ما في شيء خطير. لا احسن بكثير. رحت ايه رحت اي، ليك حتى لما قدامي. مع السلامة. مع السلامة، شكرا كثير. باينته شرس كثير هالايمن. إذا كان هو شرس، نحن أشرس. لا تخافي. شوفي عنا شغل. مثل ما انك شايفة،
كتاب تعيين للسيد شوكة المحمود مستشار المدير العام براتب وقدره 25,000. ومين شوكة المحمود؟ مين ما كان يكون، أنا بدي أعينه. مدام سوزان، مو كل شغلة بدي أسويها بدك تقولي لي وراي شركاء وسامي ورويدة خانم وحصتي وحصتهم، أنا المدير وبعين اللي بدي إياه. وأنا لذلك عم بقول إنه لازم ينعقد مجلس إدارة لحتى تتحدد الصلاحيات وما يصير أي خلاف بيناتنا. ماشي ماشي. على أساس يجي اليوم نديم، إذا إجا بنقعد بنتفق. بتعرفي مايا، انا بيلفت نظري تيابك كتير حلوين، منين بتجيبيهم؟ من هون؟ لا، لما كنت في مصر كنت بشتري كل حاجتي من مصر، بس اول ما وصلت على الشام هنا عرفت البيت ازياء حلو قوي بشتري منه وبفصل من عنده كل حاجتي. معقول في عنا هيك شيء هون؟ اه، في دار ازياء اسمه بيت الست سمية، وكمان ممكن يبعتوا لي البنت اللي عندهم تاخد مقاساتي وتفصلي وتعملي كل الحاجات. اها. بتعرفي مايا، نسيت اني بدي اخد عمتي على الدكتور. شو هالنسوة؟ طيب لا تأخذيني عن جد، احكي معي. ايه بشوفك بعدين، يلا بخاطرك. اي فعلا ورطة. هلا شو بدنا نقول للبنت؟ والله ما بعرف يا فؤاد الا اي شيء. كيف اي شيء؟ هلا منشان اي شيء رحت لعندها انا؟ هذا الحكي مانو مقنع يا حنان. احكي معها عن هيام. ايه اسالها اذا كانت هيام رد مرقت على الدار. هلا ليلى بتعرف انه سميه صرفت هيام؟ ما بعرف فؤاد، ما بعرف. هلا ما بتعرفي، بس امبارح وقت طلبتي مني دق الباب كنتي كثير بتعرفي. طيب شو اعمل هلا؟ ما بعرف. انتي ورطتيني وانتي بدك تلاقي الحل. خلص لا تروح، اطمنا عليها ومشي الحال. يا حنان اذا ما رحت رح تتصل. وقت تتصل الا مو فاضي. هيك نتخلى عنها للبنت؟ يا فؤاد شو بدك لكان؟ لازم نلاقي طريقه تشوفي ليلى بدون مبررات. مثل شو؟ هلا انتي ليش حكيتي معها؟ لانها بنتي وما بدي ابقى بعيد عنها، بدي اشوف وين عايشه وكيف عايشه. وهي عرفتي. شوفي شو صار. خلص أنا ماني رايح. خلينا ناخد وقت لنعرف شو بدنا نساوي. حضرتك ست سمية؟ تفضل. أهلا وسهلا. أنا سامي خباز. الحقيقة أنا سمعت عنكم كتير، تحمست أعملكم زيارة. أنا شريكي جودة المحمود، حكالي عنكم وشكر منكم كتير. الأنسة مايا بنته لجودة بيك، زبونة دائمة عندي. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. تفضل ارتاح. أنا بصراحة عم فكر بعمتي. يعني أنتوا ما عندكم ملابس لعمر كبير شوي؟ عنا كل شيء. ممتاز. سمعت كمان انه انتو بتطلعوا على البيت مشان تصميم والبروفات وهيك شيء، ما؟ طبعا. انت بس خلي الست عمتك تيجي لعنا مره واحده ونحن بعدين. المشكله انه عمتي حركتها ثقيله شوي وهي عندها مناسبه بعد اسبوع، وانا حابب فاجئها بشويه اواعي. نحن ما عندنا اي مانع، بس كيف؟ يا ريت شي حدا من عندكم يطلع لعند عمتي على البيت، يعني هن بيفهموا على بعض، وبالنسبه للتكاليف ولا يهمك. اعوذ بالله، نحن ما نفكر بهالشيء منوب. ليلى تعال عندي شوي. هلا رح تجي بنت كثير موهوبه.
المهم نلحق خلال اسبوع انه نفصل ونخيط ونصمم. طبعا بنلحق. ليلى ما بتلحقي للاستاذ سامي اي موديل بده اياه خلال اسبوع؟ طبعا. السيد سامي خباز بده موديل مختلف مبتكر لست عنده، فبتروحي معه بتشوفيه وبتتناقشي معه وبتنقوا الموديل اللي بده اياه. هلا بس انا يلا تفضلوا. استاذ سامي ما في داعي ترجع لليلى لهون، انت بس دل على البيت مشان تعرف تروح لحالها مره ثانيه عليه. اوكي اوكي شكرا كثير لك مدام. اهلا وسهلا فيك. تفضلي. يلا بس لحظه. كيف بتعمل هيك؟ عندي مزاجي صعب كثير. سامي عم بحكي عن جد، كيف هيك بتطلعني من المشهد؟ قلتي لي اذا كنت مهتم بعرف كيف شوفك؟ ليكني مهتم. ايه بس هيك مهتم كثير. كثير كثير، اكثر ما تصوري. معقول؟ ايه معقول. بتعرفي انه انا امبارح ما نمت الليل؟ هلا بس بدي افهم، كيف وصلت لي بهالسرعه؟ انت بتشتغل بالمخابرات شي؟ شغله مو صعبه، اتصلت بمايا وقلت لها منين عم تجيب اوعيه؟ ايه بس هي لسه ما لبست من عنا. مشان هيك اضطريت ابقى معها نص ساعه زياده، لحتى جرجرتها بالحكي وبعدين جيت لعندك فورا. عن جد مو معقول. هلا بدنا نضل واقفين هون؟ ايه لوين بدنا نروح؟ اطمني مو لعند عمتي، اي محل بس بعيد من هون. تفضل. هاي مايا. هاي. لا ما حلي تزعلي منه لهالدرجة. مش أنا اللي أقرب من حد وهو ما يفهمنيش. طيب فاهمين. نعم أنا مايا، هو الواحد ولازم يعرف إن أنا مهتمة بيه. بتحبيه؟ لا بتستغربي، أنت مو بس مهتمة فيه، أنت بتحبيه لسامي. مش عارفة، بس أنا مش عارفة إزاي يعني هو مش فاهمني. بص أنا ما أقدرش على كده. الناس عندها وهم كبير كتير إنه الحب بيجي هيك، بس هذا الشيء مو صحيح. مايا لما بتحسي أنتي إنك حابة حدا وأنتي بالذات بتكوني عم تفضلي عليه ولازم يجي لعندك زحف. إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ أنا مش فاهمة منك حاجة. أول شيء شو بتحبي تشربي؟ أنت بتشربي؟ فودكا. الصبح؟ ها طبعا مع القهوة. الاثنين مع بعض؟ أمتع شيء بالحياة هو التضاد، كونتراست كده. طيب هتجرب وانت حتحكي. انت اللي هتحكي لي.